جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول مع العلم أن هذا النوع من الكحول لا يسكر؟ ينبغي تجنب العطور التي يثبت أن فيها شيئا من الكحول، ينبغي تجنبها إبراء للذمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى ولو كان هذا القدر لا يسكر. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره وقليله حرام. الأحوط أن يتجنب هذه العطور التي ثبت أن فيها شيئا من الكحول ولو قل. أما إذا لم يثبت فالأصل الإباحة، ولله الحمد. الأصل في العطور أنها طاهرة وطيبة. جزاكم الله خيرا.